السلام عليكم ورحمة الله. أهلا بكم جميعا في هذا الصالون الثقافي. معالي الأستاذ الدكتور السيد المشاب الشاعر الناقد العالم الكبير ورئيس قسم الأدب والنقد في كلية اللغة العربية بالقاهرة، وفضيلة الأستاذ الشيخ محمود فراز، وحضراتكم جميعا أهلا بكم. طبعا أستاذنا الدكتور سيد يعني ذكر عني كلاما يعني وانا اصغر من ذلك بكثير. العلامة الشيخ محمد الرابع الندوي، هل تعرفونه؟ كان رحمه الله رئيس ندوة العلماء بالهند. وندوة العلماء لمن لا يعرفها هي مثل جامعة الازهر هنا، جامعة دينية انشئت في أواخر القرن التاسع عشر. فكان رحمه الله رئيس ندوة العلماء ورئيس رابطة الأدب الإسلامي العالمية. والشيخ محمد الرابع الندوي رحمه الله توفي في 22 من شهر رمضان، يعني منذ أيام قريبة. وله مؤلفات كثيرة، وكان قبل ذلك عميد كلية اللغة العربية في ندوة العلماء كذلك. وتولى رئاسة ندوة العلماء بعد وفاة خاله العلامة الشيخ أبي الحسن الندوي، خاله مرثية إلى العلامة محمد الرابع الحسني الندوي. قفا نبكي، إن الحزن عات وهائل، وفجع الرحيل الصعب غاو وغائل. نحب بني الدنيا ونوقن أننا سنرحل عنكم يوم تطوى المراحل. نسير إلى آجالنا وهي الصدن، وتمضي بنا الأيام وهي غوائل. نعيش ونحيا غافلين عن الردى، وأسبابه في كل روح جوائل. نساق إلى القبر المرجم في ساحه، وكل إليه لا محالة نازل. ومن عجب الأيام أمنة قاتل هو الموت، يحيا آمنا وهو قاتل. فلا تأمنن الموت أي حالة تكون، فأيام الحياة قلائل. هو الموت يختار الكرام ويصطفي الشموس، وينجو من يديه الأسافل. وها هو ذا يختار صفو شيوخنا، هو العالم الفرد التقي المناضل. محمدنا الرابع الحسني شيخ أشياخنا، هذا الهدى المتطاول. تثاقلت الأقدام من هول فقده، وبات كئيبا خطوها المتثاقل. فكيف أعزي النفس والفقد فادح، وكيف أعزي الناس والثكل هائل. وفقدك فقد للمعالي وللمنى، وهل بعد هذا الفقد ترجى المناهل؟ وكيف أعزي النفس بعدك سيدي، وقلبي بأحزان الممالك آئل؟ وكيف نرد الموت
وهو مقدر وقد ذاقه قبل القرون الأوائل. فراقك يا مولاي فرقة أمة، وليس لأيام الفراق سواحل. رأيت جموع الناس تدمى قلوبهم، وهل مثل هذا الراحل اليوم راحل؟ لقلبي من الوجد الممض عوالم، تصاغر جدا في مدى الزلازل. محيط من الدمع الحميم يحاصر الحياة، وعمر مستحيل وقاحل. تفرغت للعلم الشريف وأهله، ولا العلم شغل للمحبيه شاغل. وكنت لهذا الناس ركنا وموئلا، فغالك مغتال النفوس المخاتل. وكنت لهذا الناس عزا ولوحة مباركة، تسعى إليك القوافل. وكنت أبا فذا لندوتنا التي يحج إليها المصلحون البواسل. وكنت لطلاب الحقيقة ملجأ، وكنت إماما والسنين قواحل. وقضيت عمرا حافلا بالعطاء والندى، تشهد الدنيا به والمقاول. دعوت إلى الله العلي ودينه، لك اليوم في كل البلاد سنابل. متى ما تقل شيئا من العلم والحياة، يستأسر القلب الذي أنت قائل. تركت فراغا هائلا لا يسده سواك، فأيامي عليك ثواكل. وكنت أخا للنبل والفضل والنهى، وتقصر جدا في ذراك الفضائل. ووجهك كان النبل في قسماته، وكم يأسر الناس الذي أنت فاعل. ملأت قلوب المسلمين محبة، وللحب عند المخلصين دلائل. جموع من الحب النبيل تدفقت إليك، وحب الناس هاد وهادل. لقد فضلت يا سيدي بك بلدة، إليها انتمى العلم الذي لا يطاول. لك الله أوابا، لك الله قانتا، لك الله أواها، فأنا تماثل. رحلت فآفاق الوجود كئيبة، وكل أمانينا جذيب وماحل. تركت ربوع الهند تذوي غصونها، وملء حناياها أسى متواصل. لقد سن لي قلبي بكاء أحبتي، وهذه دموعي حضر ومواثل. يهون علينا الموت، يهون علينا الموت، لو كان ميت من الناس مجهول لدينا وجاهل. فكيف وأنت الناس جمعا وجامعا، وأنت لكل العالمين مواصل. وأنت ولي الأولياء وشمسهم، وخيرهم المسترسل المتكامل. فبشرى لقبر أنت فيه مجاور، وأعمالك الجلة لديك حوافل. إلى جنة الفردوس عد
مطمئنة إلى الله نفسك، مطمئنة إلى الله نفسك النسيم المشاغل، وراضية مرضية نفسك التي تحن إلينا في الجنان الجداول، وإنا إلى الله الكريم لراجعون. والله كم طابت لديه المنازل، فيا ربنا اقبل صبرنا واحتسابنا، وهيئ لنا من أمرنا ما نحاول. شكرا. يقول حافظ إبراهيم: إذا تصفحت ديواني لتقرأني وجدت شعر المراثي نصف الديوان، وكان شوقي الشاعر يعهد إلى علي الجارم بإنشاء شعره. علي الجارم كان ينشئ شعر شوقي. إذا تصفحت ديواني، يعني المراثي، وليس كل أحد مجيب في فن المراثي، وقد وجدت المعصراني اليوم في الرفاه حافظا، يعني حافظ إبراهيم في فن المراثي، وغالبا لا يجتمع ملق ومبدع. فالأستاذ الكبير في الإبداع ربما يقعد به الإلقاء، والأستاذ الكبير في الإلقاء ربما يتخوله الإبداع. ووجدت المعصرانية اليوم ملقيا مبدعا أو مبدعا ملقيا في قصيدة رائعة جامعة ما فيها.